غادي نهضر على ثلاثة ديال الحوايج: شكون حنا، اش كنديرو، كيفاش كنديرو، شنو الاسباب او الدوافع ديالك باش تبدا المشروع ديالك. شركة فوريفر شركة عالمية تأسست عام 1978 على يد هاد السيد اللي سميتو ريك سموكان. بطبيعة الحال ما كانش بوحدو، كان مع واحد المجموعة ديال الخبراء اللي ساهموا في نجاح ديال هاد الشركة. الشركة كتواجد في أكثر من 160 دولة، أي دولة كتدخل ليها كدير فيها المقر ديالها. المقر ديالنا هنا في المغرب كاين في الرباط حدا ميغامول بالضبط، هو هذا اللي في الصورة. فوريفر عندها منتجعات سياحية كداخل تاني لفوريفر. فوريفر غنية بسيولة نقدية خالية من الديون. فوريفر عندها 21 دافير كل عام كيتزاد. مميزات ديال هاد الشركة: الشركة عندها أكثر من 40 سنة على المستوى العالمي، عندها 12 سنة في المغرب، يعني ناجحة. الشركة قانونية وعضو في معظم جمعيات البيع المباشر على المستوى الوطني، على المستوى الأوروبي، على المستوى الأمريكي. الشركة الأولى عالميا في الألويفيرا، عندها أكثر من 10,000 هكتار من الحقول ديال الألويفيرا، وعندها 95% ديال المزارع ديال الألويفيرا في العالم. الألويفيرا عندها واحد المجموعة ديال الخصائص، الأهم ديالها أنها موازن عام، وأنها كتنقي الدم ديالنا، وأنها كتقوي المناعة بطبيعة الحال، حيت فيها أكثر من 200 مركب غذائي، فيها معادن، أحماض أمينية، و12 فيتامينات، بالإضافة للأنزيمات. الألويفيرا اللي خدامة بها الشركة الاسم ديالها ألوي بربادانسيس ميلير، حيت فيها 300 نوع تقريبا، يعني غتسمعوا بها بزاف هنا كاين عندنا في المغرب، ولكن ماشي هي ديك اللي خدامة بها الشركة. من نبتة المنتوج اللي عندنا، فوريفر كتوفر على وحدات إنتاج متطورة وكذلك مختبرات البحث العلمي. فوريفر عندها واحد التنوع في الأسواق، يعني عندها واحد المجموعة ديال الباقات، وتقدر انت تخدم في المجال اللي بغيتي انت. الباقة الأولى هي ديال الوزن. فوريفر عندها واحد البرنامج سميتو زفيلت، فيه ثلاثة ديال البرامج: ديتوكس، المنسوغ، ستابيليزاسيون. نهضروا على الديتوكس اللي هو معروف ومشهور يعني في المغرب وفي العالم كامل. الديتوكس برنامج كيقوم على التنقية ديال الدم ديالنا من السموم في المدة ديال 9 أيام، وفي هاد 9 أيام كينقص لك ما بين 3 حتى 7 كيلو بطبيعة الحال إلا تبعتي كما هو. غتلقاو عندي فيديو هنايا في القناة كنشرح فيه هذا البرنامج تفصيلي، شرح تفصيلي. الباقة الثانية هي منتوجات العناية بالبشرة، حاصلة على شهادة ديال ديرماتيست. فاش كنهضروا على منتوجات ديال فوريفر كنهضروا على شي حاجة اللي هي عندها واحد الجودة اللي هي كبيرة كبيرة بزاف، وكلشي كيعرف هادشي حاليا. عندنا باقة أخرى ديال اللياقة البدنية، وعندنا منتوجات ديال العناية الشخصية، ستيك دونتيفريس، شامبال. مثلا دونتيفريس كلشي كيعرفوا انه معجون طبيعي، ما فيش الفلورايد، كينقي الاسنان، كيعقم الفم، ومزيان بزاف المشاكل ديال اللثه، ورائع بزاف ومزيان للاطفال. وغتلقاو كذلك عندي فيديو في القناة كنشرحه. عندنا الباقة الاخرى اللي هي المكملات الغذائية، مثلا عندنا اكتيف بروبيوتيك، فهو خمائر حليبيه كتقوم على التنقيه ديال الامعاء ديالنا، الناس اللي كاين عندهم لي غاز او المشاكل ديال الهضم فراه مزيان ليهم بزاف. اي واحد غتبدا معاه اكيد غيجلس معاك النهار الاول باش يشرح لك المنتوجات كلهم، شكون اللي كيثبت الجوده ديال هاد المنتوجات، هما الشواهد اللي حاصله عليهم. الشركه حاصله على الشهاده ديال عدم التجريب على الحيوانات، حيت ما فيهم حتى شي خطر على جسم الانسان، كذلك الشهاده ديال الحلال، الشواهد ديال ايزو ديال البيئه، الجوده، الخدمات. واللي كتهمنا بزاف هي المصادقه ديال وزاره الصحه المغربيه، وفوريفر اي دوله كتدخل ليها كتاخد المصادقه ديال وزاره الصحه ديالها. البيع المباشر، هنهضروا شي شويه على التسويق العادي او التسويق التقليدي. المنتوج كيخرج من الشركه، كيمشي للمستورد، لوكالات الاشهار، الشركات ديال النقل، البائعين بالجمله، البائع بالتقسيط، مثلا مرجان، اسيمه، الحانوت، عاد كيوصل للمستهلك. المنتوج كيخرج مثلا من الشركه ب3 دراهم، كيوصل للمستهلك ب10 دراهم، حيت هاد الوسط كياخذوا فيه 70%. الشركات ديال البيع المباشر، المنتوج كيجي من الشركه كيمشي ديريكت لونتربرونور كيوصل للمستهلك،
وهاد 70% كتاخد تقريبا فيها ثلثين وثلث كيرجع للمنتوج باش كتكون واحد الجودة عند المنتوج. إذا البيع المباشر هو الاستغناء عن الوساطة. مع فوريفر عندك تقريبا أرباح مباشرة عن المنتوجات من 15 حتى 48%. انت كتاخد المنتوج من الشركة كتوصلو للكليان، كيكون عندكم ما بين 15 حتى 48%. تقاسم فرصة مشروع. تسويق شبكي. سي أحمد عرض المنتوجات ديالو على واحد المجموعة ديال الأشخاص، فكيكون عنده هنايا واحد الهامش كيتسمى هامش ديال البيع. وكذلك عرض المشروع ديالو على واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي يقدروا أنهم يبدأوا مع الشركة بسببه. الشركة كتعطيه واحد المستحقات كيتسموا مستحقات الاحتضان، وأكيد إلى كرر نفس العملية كيتزاد ليه البونيس ديالو. وكذلك عنده مدخول آخر، أن هاد الناس اللي عاونهم تهما يديروا نفس العملية ديالو كيكون عنده واحد البونيس كيتسمى مستحقات المجموعة. وكلما كرر نفس العملية وخدم مع هاد الناس باش تهما يربحوا، كيربح معاهم بطبيعة الحال أوتوماتيك. أنواع ديال الدخل مع الشركة. أرباح مباشرة عن البيع. أنت كتاخد المنتوج، أول حاجة أول عملية هي أنك تستهلك المنتوج باش كتيق فيه وكتقدر أنك تقاسمه بكل ثقة، وهذا الشيء كيعطيك أنك تبيع. وإلا درتي هذه العملية بطبيعة الحال واحد الجد الخدمة، كتقدر أنها تخلي لك ما بين 2000 حتى 4000 درهم شهريا. المدخول الثاني هي مداخيل على الفريق. تقدر توصل المدخول ديالك لأكثر من 10000 درهم شهريا إلى قدرتي انك تقاسم الفكره مع واحد المجموعه ديال الاشخاص في كل شهر كديرها، وهذوك الناس كذلك كتعاونهم باش انهم تهما يتقاسموا الفكره ديال المشروع، وهكذا كتقدر انك تطور المدخول ديالك. يعني خصك تطور الفريق وتصنع القاده. الشركه كدير لك واحد المجموعه ديال التحفيزات باش كتشجعك تخدم وتعطي اكثر واكثر. تشيرمانس بونيس. تقاسم الارباح السنويه. فوريفر كدير لك واحد التحدي لمدة ديالو عام، الا قدرتي انك تحققو كتعطيك واحد لو شيك كيكون فيه واحد القسيمة ديال الارباح السنوية على حساب الخدمة ديالك اللي قدرتي توصل ليها. بطبيعة الحال كاين واحد المجموعة ديال المغاربة ديالنا اللي قدروا انهم وصلوا لهذا التحدي. اكبر شيك قدر انه يوصل ليه يوسف الهاني في تقريبا 100 مليون مغربية. الحافز الثاني هي انك فوريفر كتعاونك باش انك تدير السيارة ديالك. تحدي فيه 3 شهور، كاين 3 ديال لي نيفو، كل نيفو والمميزات ديالو. إلا قدرتي أنك تحققو كتعطيك واحد المدخول شهري لمدة ديال 3 سنين باش أنك كتقدر أنك تشري به سيارة. الحافز الثالث، فوريفر كتنظم 2 ديال الرحلات مسبقة ديال الدفع بالإضافة لارجون دو بوش، يعني مصروف الجيب، الأماكن بطبيعة الحال اللي كتكون رائعة ورائعة بزاف. مثلا كانت في 2013 هاواي، لندن، كانكون، سنغافور، دبي، وهذا العام كاينه السويد. المميزات ديال هذا المشروع انك انت كتقرر شنو باغي وفين باغي توصل. انت كتختار الساعات ديال العمل ديالك. نظام ديال العمل بسيط وفعال على الصعيد العالمي، تقدر تخدم في اي دولة وانت جالس في دارك. يعني شي واحد باغي منتوج من عائلتك مثلا في فرنسا، اسبانيا، او لا باغي يبدا معك يقدر يبدا تما مع الشركه، وانت كتاخذ البونيس هنايا في المغرب. وكذلك كاين تدريبات بشكل كامل وتقديم الدعم البناء. هذا الشيء كيقدمه لك الناس اللي كتبدا معاهم المشروع او الفريق اللي كتبدا معاه. وبطبيعه الحال الشركه كتقدم لك واحد المجموعه ديال لي فورماسيون اللي كيعاونوك باش انك تنجح في المشروع ديالك. مزايا إضافية، كتقدر أنك تطور من المداخل ديالك، كتخدم مع الناس كيفكروا بحالك. المشروع تقدر أنك تورثو للناس ديالك. كاين اعتراف، تقدير، حوافز، هذه حاجة ما غتلقاش في شي حاجة أخرى. أي غرض كتوصل ليه فوريفر كتنظم واحد كل 4 شهور واحد الحدث كيكون يا إما في مراكش يا إما في الرباط، كيتجمع فيه تقريبا أكثر من 1500 شخص. الشركة كتعترف وكتعطي حوافز للناس اللي وصلوا لشي مرتبة، وهذا شيء جميل. بطبيعة الحال انك مثلا توصل شي كراد وتمشي تسلم على المدير ديال الشركة وكيقول لك برافو عليك، هكا يعني الله يوفق،
فهذه حاجة كتخليك أنك تحفز. وبطبيعة الحال وانت كتخدم المشروع ديالك، المشروع ديالك وشي حد كيدعمك وكيحفزك، فهذا الشيء كيعطيك واحد الدفعة باش أنك تزيد تخدم أكثر وأكثر. وهذه حاجة ما كايناش في شي خدمة أخرى. العوامل اللي غيخليوك باش أنك تنجح هي الخدمة ديال المعقول، تخدم معقول، تركز على المشروع ديالك، تبغيه بصح توصل وتبغي تتعلم، واخا ما تكونش قاري ماشي مهم، ما تكونش عندك شي نيفو في القرايه ماشي مهم. والدليل هو ان اغلبيه ديال الناس اللي ناجحين حاليا في المغرب، الناس اللي دخلوهم كاع ما كملوا في المشروع، او لا ناس ما قاريينش، فهما قدروا انهم ينجحوا. يعني العامل الوحيد اللي غيخليك انك تنجح هو انك تبغي وتخدم الخدمه ديال المعقول، وبطبيعه الحال تبغي تعلم وتخدم مزيان. الشروط ديال اي واحد بغى يبدا مثلا، فالشرط اللي كتفرضو عليك الشركه هو انك تكون عندك 18 عام. شي حاجه اخرى ما كتفرضوش. الشيء الثاني هو انك تبدا مع شي واحد ديجا بادي، يعني حيت كيكون بحال لو باغان ديالك، كيعاونك، كيوريك المنتوجات، كيوريك الشركه، كيشرح لك داك الشيء اللي ما عارفوش نتايا. فباش تبدا احسن شيء كنصحكم بهذا الباك هو باك جديد دارتو الشركه، القيمه ديالو 3700 درهم، كيدخلك ديريكت لونتربرونور، يعني بلا ما تدخل كانك مستهلك، كيكون عندك واحد النسبه ديال الربح، يعني واحد 15% ديريكت، كتبدا ب 35%. وهذا الباك باش زوين هو ان الشركه كتعطيك تقريبا 2080 درهم ديال الربح صافي في هذا الباك، يعني شيء كيخليك انك تشجع باش انك تخدم. علاش؟ حيت ان بعض المنتوجات اللي غتستهلك غتستهلكهم من الربح ديالك باش كتيق في المنتوج باش كتقدر انك توصله. الحاجه الوحيده اللي كتبقى دابا حاليا هو القرار ديالك. واش بصح لقيتي شي حاجه ديالك في هاد لافير؟ واش بصح شتي راسك انك تقدر دير فيها شي حاجه؟ فانا كنصحكم الناس اللي غيدخلوا غير باش يجربوا ما تبداش. فإذا كنتي بصح باغي تخدم وتوصل، فخصك تدخل ودير في بالك خصني نوصل. وبطبيعة الحال ما نقول لكمش ان البروجي ساهل انك غتدخل وغتنجح، لا، فكاين واحد المجموعة ديال التحديات قدامك، فقدر خصك تواجههم، وكذلك في المواجهة ديالهم كتعلم بزاف ديال الحوايج، وهادشي اللي غيخليك انك تكون قوي، وفي نفس الوقت كتبدل الشخصية ديالك وكتنمي الذات ديالك. واكيد الا بغيتي انك تنجح خصك انك تعلم وتصغر راسك وتسمع الهضره ديال الناس اللي سبقوك، بطبيعه الحال اكيد غتنجح. فاي واحد مثلا بغى نشرح ليه المشروع اكثر واكثر، يقدر يتواصل معايا في هذا الرقم اللي قدامكم او لا في الواتساب. فمرحبا، شي واحد اللي بغى يتعرف على المنتوجات فتقدروا تدخلوا الموقع ديالي، غتلقاو تما المنتوجات كاملين. شكرا لكم على الوقت ديالكم، وكنتمنى انني نكون ما طولتش عليكم.